لحقنا بهم مسلمين محسنين تائبين لله رب العالمين لا مبدل لنا ولا مغيرنا يا الله امين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كيما هكا مليحة ثم بدي تغوي تاكلوا المغرب ثم مرقي هذا عطاكم شهادة جابكم شهادة الان وراي اليوتيوب راهم يقراوا في كلمة امين كلمة امين آدم مين محمد هن نوح عليه وعلى الأنبياء السلام يتكلموا فيها ثلاثة انت على الأنبياء هذه كلمة آمين وإذا كانت الدعوة مستجيبة مولاها تقرأ صلاة ثم بدي تغي المغرب الثلاثة تشوف الماء وتشوف الرجل